من لندن الدكتورة نادين عيتاني، أستاذة إدارة الطيران في جامعة ساري. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا، مساء الخير. إيه الحكاية يا فندم؟ إيه الموضوع بتاع البوينج ماكس؟ بالواقع هذا الطراز بالتحديد من طائرات بوينج، يعني إذا عم نحكي عن 737 ماكس 8، الحوادث الشهيرة اللي صارت عام 2018 و2019 وأدت إلى كوارث يعني وفقدان الطائرة بشكل تماما وكمان المسافرين اللي عمتنا. وبسبب هذا الموضوع أكيد الطائرة وقفت لمدة سنتين ومنعت وحظرت عن التحليق، وكان في خلل بأحد الأجهزة اللي كانت عم تخلي هذه الطائرة أنه مقدمة الطائرة تنزل إلى الأمام، وكانوا الطيارين منهم مهيئين ولا مدربين على هذه المشكلة. هلأ المشاكل عم تظهر بشكل كبير مؤخرا بالتحديد بطراز ماكس. هلأ الفرق بين ماكس 8 وماكس 9 أنه التسعة هي بس جسمها أطول، يعني بتقدر كسعة تأخذ عدد مسافرين أكثر، يعني حوالي 200 مسافر مقارنة بماكسيموم 170 أو 160 مسافر لماكس 8. هلأ بالتحقيقات الأخيرة اللي صارت بحوادث 2018 و2019 كشفت عن خلل بالحوكمة داخل شركة بوينغ وكيفية إجراء التقييم، إذا فينا نقول التصنيع، وكمان جودة الأداء. فكان في نوع من التحقيق كشف أنه في مثل يعني فينا نقول كوربشن، فساد إداري عم يخلي هذه الشركة بالأحرى بوينغ في بوينغ فساد نعم إداري؟ نعم، الشركة عم تحصل على يعني أذونات لإصدار نماذج حديثة وتحديثات بالطائرة بفترة قصيرة حتى تقدر تنافس إيرباص اللي حصتها بالسوق فاقت حصة بوينغ. يعني هي منافسة تجارية، ومن خلالها بوينغ عم تسرع عملية الإنتاج، عم تحصل على أذونات وتصاريح من الإدارة الفيدرالية للطيران بالولايات المتحدة الأمريكية، وهون هو الشك بعملية الفساد. يعني الأشخاص اللي بيعملوا سيرتيفيكيشن وترخيص لهذه النماذج كان في مثل شبهات فساد، وأكيد تم تغريم الشركة بملايين الدولارات لا تقدر أنه تتخطى هذا الموضوع. دكتورة نادين، احنا لسه شايفين حادثة من يومين، خطوط الجوية اليابانية الطيارة طلعت الإزاز اتكسر او بقى فيه شروخ في الطيارة، فاضطر قائد الطيارة العودة بالطائرة مرة اخرى. هل دي من ضمن المشاكل اللي موجودة في الناين؟ هلا الصراحة الناين في عندها مشاكل مؤخرا، كانت كمان قبل حادثة ألاسكا إيرلاينز وحادث كمان شركة الطيران اليابانية، إنه في نوع من البولت يعني مثل العزقة لاحظت شركة طيران يونايتد اللي هي الشركة اللي تملك أكبر عدد من طراز ماكس، إنه في أجزاء من الطائرة وأجزاء من البراغي عم يلاقوها على المدارج وساحات الطائرات. المسامير يعني المسامير بتقع من الطيارة؟ نعم، في كمان مش بس المسمار، في أجهزة عم تقع، يعني أقسام عم تقع من الطائرة، وهيدي المسامير أو البولتس بالأحرى هي بتربط دفة الطائرة الخلفية مع نظام التحليق. يعني هذا أكيد ممكن يؤدي لحادث بأي وقت. وكمان إدارة الطيران الفيدرالية قامت بتعميم، طلبت من جميع شركات الطيران اللي عندها هذا الطراز أنه تخضع للتحقيق يعني الفحص الفحوصات ليتأكدوا أنها سليمة قبل ما يقوموا بأي رحلة. وهو صحيح طيران ألاسكا ده الباب وقع؟ هلا اللي صار بطيران ألاسكا انه في يعني مثل ما افادت التقارير انه في صوت انفجار طلع بالجزء الخلفي من المقصوره، بعدين في مثل باب للطوارئ انفصل من داخل المقصوره وخلى اكيد يصير في مثل ديكومبريشن، يعني الضغط طلع من داخل الطائره الى الخارج وفات كل هذا الهواء البارد من برا لداخل الطائره،
هو أكيد عرض الرحلة كلها لخطر كتير كبير. هلأ الموضوع كرمال الانفصال هذا الباب الطوارئ، أنه مش كل طائرات ماكس 9 في عندها هيدي الإعدادات أو هيدا التصميم، في طائرات ما عندها أبدا هذا الباب. يعني صرحت مثلا شركة فلاي دبي الإماراتية اللي بتملك 3 طائرات من ماكس 9 أنه هي قامت بالفحوصات اللازمة بس حتكفي بتسيير هيدي الرحلات، لأنه طائراتها ما عندها هذا التصميم. يعني ما في عندها هذا الباب اللي صار مثل بألاسكا إير انفصل، ويعني أدى إلى أكيد أنه الطيار يرجع ويغط بس دلوقتي القرار انه ال 737 ماكس 9 تبقى على الارض، تبقى جراوندد، ما تتحلقش غير اما يعملوا تحيات، عشان الواحد بس لما يجي يركب طياره يبقى مطمن انها مش 737 ماكس 9 يعني. 100%. هلا اكيد اداره الطيران الفدراليه الامريكيه قررت انه اكيد حتقوم بفحوصات اضافيه على كل هذا الطراز، وما رح تسمح بأنه ترجع هذه الطائرات تحلق قبل ما تنهي التقرير وبشكل تام. بس الملفت بالموضوع أنه وكالة الطيران الفيدرالية الأمريكية عم تقول أنه ممكن هي تستخدم طرف ثالث مستقل للإشراف على عمليات تفتيش النظام، يعني نظام الجودة الكواليتي كنترول ببوينغ. وهذا بيرجعنا للحوادث اللي صارت 2018، يعني لما إدارة الطيران المدني اللي هي أعلى سلطة بالبلد عم تستعمل طرف ثالث تقني مستقل ليشرف على الكواليتي كنترول ونظام الجودة. يعني هم شاكين بعضهم أنه موضوع الفساد الإداري ما قدروا يتخلصوا منه بشكل تام، وهذا واضح لأن المشاكل بعدها متكررة بطراز ماكس. يعني ما عرفت انا انه طراز 737 ده اهم طراز، لانه ده غالبيه شركات طيران بتستخدم الحجم ده والطياره دي، لان هي مش طياره يعني مسافات طويله ولكن مسافات متوسطه وعدد متوسط فبتحتاجه كتير، فدي طياره هامه جدا يعني. هي طائرة سينجل آيل يعني نارو بادي، عندها ممر واحد، وهذا الطراز من الطائرات مرغوب جدا لأنه شركات النقل المنخفضة التكلفة يعني اللوكوست كارير اللي بتطير بالفعل مسافات قصيرة يعني لحد 2 أو 3 ساعات للرحلة تستعمل هذا الطراز من الطائرات. والمنافس له أو البديل له هو الإيرباص 320. وبالفعل منافسة بين الإيرباص والبوينغ حاليا، يعني بآخر تقارير عام 2023 لما صدرت الأرقام إيرباص حاليا حصتها بالسوق 58% مقارنة ب 42% لبوينغ. يعني بوينغ كان عندها أكيد بحدود 50% من حصة السوق، بس لما صارت هذه الحوادث عام 2018 مع الطيران الإندونيسي والطيران الأثيوبي بماكس 8 تراجعت حصتها السوقية. في كتير شركات طيران ألغت العقود اللي هي عقود الطلبات على طائرات جديدة من بوينغ واستبدلت هذه الطائرات بطائرات إيرباص 320. دكتورة نادين عتاني، أستاذ إدارة طيران في جامعة ساري ببريطانيا، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة.